فيديو اليوم راح يكون تلخيص لكل الفيديوهات السابقة اللي تحدثت فيها عن طريقة الإلايزا. أهلا بالجميع، أنا فايزة غلاب، منشئة محتوى هذه القناة. فكرة القناة أقوم بشرح الفحوصات المخبرية بشكل مبسط بما في ذلك التقنيات المستخدمة في إجراء هذه الفحوصات مع بعض من النصائح في البحث العلمي. فإن كنتم من المهتمين فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس واعطوني من وقتكم دقائق ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيميون إسي كثيرة، على وجه الخصوص تحدثنا عن الإيمينو كيميكال إسي. تنقسم إلى الراديو إيمينو إسي، الفلورو إيمينو إسي، الإنزيم لينكت إيمينو إسي، والكيمولومينسنس إيمينو إسي. بعد ذلك بدأت الحديث عن الإنزيم لينكت إيمينو إسي، على وجه الخصوص تحدثت عن الإنزيم لينكت إيمينو سوربنت إسي أو طريقة الإليزا، الطريقة التي ظهرت في بداية السبعينيات، الطريقة التي تعتبر أكثر أماناً وجاءت لتحل محل طريقة الراديو إيمينو إسي. نعرف جميعا أن المبدأ العمل في هذه الطرق كلها هو يكون تفاعل ما بين أنتيجين وما بين أنتيبوديز. في طريقة الإليزا نوع الليبل المستخدم هو يكون إنزيم، والناتج النهائي من هذا التفاعل يكون عبارة عن لون. وبهذا نكون تعرفنا على مبدأ طريقة الإليزا. بعد ذلك تعرفنا على مكونات الإليزا كيت، عرفنا ما هي المكونات الأساسية اللي مفترض توجد في أي إليزا كيت. مثلا لدينا المايكرويل بليت، المايكرويل هو المكان اللي بيحصل فيه التفاعل. لدينا أيضا السبستريت اللي رح يشتغل عليها الليبل الخاص بهذه التقنية اللي هو الإنزيم، واللي يكون هذا الإنزيم محمول على جسم مضاد وقد يكون محمول على أنتيجين كما في طريقة الكومبيتيتيف إلايزا، وهذا الإنزيم يسمى بالإنزيم كونجيجي. لدينا أيضا ووشينج سوليوشن والستوبينج سوليوشن. المكونات الإضافية أيضا اللي ممكن تلاقيها السامبل دلوين. في أغلب الفحوصات اللي تشتغل بطريقة الإلايزا بتلاقي سامبل دلوين، لكن في بعض الفحوصات لا يوجد معها سامبل دلوين. ايضا لديك البوزيتيف كنترول والنيجاتيف كنترول. البوزيتيف والنيجاتيف كنترول لحتى تتاكد من صحه الكيت ومن سلامته، سلامه النقل، سلامه التخزين، ايضا لحتى تتاكد من سلامه الشغل تبعك. ضمن ايضا الاشياء الاضافيه اللي انت ممكن تلاقيها في داخل اليزا كيت، اما ان تلاقي مالتي ستاندر او كاليبريتورز، معنى انك تلاقي 4 أو 5 أو 6 كاليبريتورز، او ممكن تلاقي داخل اليزا كيت فقط سنجل كاليبريتور، يعني كاليبريتور واحد، أو أحياناً يسموه بالكتوف كنترول. إذن هذه هي المكونات اللي أنت ممكن تلاقيها في داخل أي كت بتشتغله بطريقة الإليزا. بعد ذلك تعلمنا بشكل عملي كيف نشتغل الفحص بطريقة الإليزا، ولو لاحظتم مدى أهمية أنك تقرأ البانفلت قبل ما تبدأ تشتغل الفحص، لأنه البانفلت هو يعتبر الخارطة اللي أنت بتمشي عليها في إنجاز الفحص. فمن المهم جدا أنك تعرف كل التفاصيل، تعرف مثلا إذا كانت العينة بتحتاج إلى تخفيف وتستخدم السامبل دلوينت، بتعرف كيف تحضر الوشنج سوليوشن وكم الكميات اللي أنت بتحتاجها، أيضا فترات التحضين وكم مرات عملية الغسل، وكل هذه التفاصيل أنت بتلاقيها في داخل البانفلت. بعد ذلك تعلمنا كيفية حساب نتائج الإليزا، إما باستخدام الكتف، وفي هذه الحالة أنت بتلاقي في داخل الإليزا كيت جايب لك كت أوف كنترول أو سينجل كاليبريتور. هذا النوع من النتائج يكون كوالتيتيف، بمعنى أنه يعطيك فقط صورة إذا كان الشيء اللي أنت تبحث عنه موجود أو غير موجود، بوزيتيف أو نيجيتيف. أما إذا لقيت في داخل كيت مالتي ستاندرد، فهذا يعني أنك راح تستخدم حساب النتائج بطريقة الستاندرد كيرف، وهذا النوع من النتائج راح تكون في هذه الحالة كوانتيتيف ريزلت. هذه كانت الطرق المستخدمة في حساب نتائج طريقة الإليزا. طبعا طريقة الحساب هذه بتلاقيها مفصلة في داخل البانفلت في جزئية الريزلت، بتلاقيه يشرح لك بالتفصيل كيفية حساب الكتف وكيفية استخدامه في حساب النتائج، وأيضا يعطيك مثال للتطبيق. والأمر نفسه إذا كان الفحص بتحسب نتيجته بطريقة الستاندر كيرف، بتلاقيه يفترض لك امتصاصيات الستاندر ويرسمها في داخل ستاندر كيرف، ويبين لك كيف الشكل المفترض إنه يطلع عليها الكيرف. بعد ما يرسم الكيرف بيحط هذه المعلومة إنه هذه النتيجة هي عبارة عن نتائج افتراضية، هو طرحها فقط لحتى يشرح لك كيف رح يظهر الستاندر كيرف. من خلال ما سبق بتلاقيني دائما أنبه على ضرورة قراءة البانفلت عند عمل أي فحص. المفترض أنك تكون قادر على قراءة البانفلت وكيف تتعامل مع كل المعلومات الموجودة في داخله. فقراءة البانفلت لأي فحوصات يعتبر شيء مهم. بعد ما عرفتم ما هو مبدأ طريقة الإليزا وما هي مكونات الإليزا كيت وكيف نشتغلها بشكل عملي وكيف نحسب النتائج، كان من السهل أن نبدأ الحديث عن أنواع الإليزا. بدأت الحديث عن الدايركت إليزا، ثم بعد ذلك كيف حسنوها لحتى تصبح إندايركت إليزا. تحدثنا أيضا عن الساندويتش إليزا، وأخيرا تحدثت عن الكومبيتيتيف إليزا. تلاقي أنه في كل هذه الأنواع المبدأ واحد، هو تفاعل ما بين أنتيجين وما بين أنتيبوديز. الناتج النهائي أيضا هو واحد، هو تشكل لون، لكن يكون في طريقة الدايركت والإندايركت والساندويتش يتناسب شدة اللون تناسبا طرديا مع تركيز التارجت، بينما كانت الكومبيتيتيف إليزا طريقة عكسية، أي أن شدة اللون تتناسب تناسبا عكسيا
مع التركيز التارجت الموجود في داخل العينة. في نقطة فيما يخص مصطلح الكومبيتيتيف والساندويتش. طبعا الكومبيتيتيف والساندويتش هي ليست مصطلحات حصرية على طريقة الإليزا، يعني في طرق أخرى من أنواع الإميون إسي ممكن أن تكون فيها مبدأ الكومبيتيتيف، ممكن أن يكون فيها مبدأ الساندويتش. تحدث في فيديوهات سابقة عن الكمون إيمنو كيميكال إسي مثل الراديو إيمنو إسي. لدينا أيضا الفلورو إيمنو إسي، الإنزيم لينكت إيمنو سوربنت إسي، الإنزيم لينكت فلورسنت إسي، والكيمولومينسنس إيمنو إسي. من بين هذه الخمس الأنواع بدأت الحديث عن طريقة الإليزا، تحدثت عنها في 8 فيديوهات منفصلة، بإمكانكم مراجعتها عبر قائمة التشغيل اللي بتظهر الآن في أعلى الشاشة. وهذا الفيديو كان هو عبارة عن تلخيص لكل الفيديوهات السابقة اللي اتطرقت لها في طريقة الإليزا. في الفيديوهات القادمة إن شاء الله اخترت الذهاب مع طريقة الكيمولومينسنس إيمنو إسي، لأن هذه الطريقة هي تعتبر مور سنسيتيف من بين كل هذه الطرق. مور سنسيتيف نقصد فيها إن هذه الطريقة تستطيع إنها تعمل ديتكشن للكميات القليلة للتارجت. هذه الطريقة أيضا موجودة بشكل أوتوميشن. كل أجهزة الإيمنو إسي أناليزر هذه الموجودة أمامنا هي بتشتغل بطريقة الكيمولومينسنس إيمنو إسي. في نقطة مغلوطة أحيانا على بعض هذه الأجهزة، إن البعض يفتكر بأن التقنية الموجودة عليها هي طريقة الإليزا، لكن في الحقيقة الطريقة الموجودة عليها هي تكون مور سنسيتيف. هذه الطريقة تسمى بالكيمولومينسنس إيمنو إسي، ولذلك ستكون محور فيديو الأسبوع القادم إن شاء الله. فلا تنسوا الاشتراك، الإعجاب، التعليق ومشاركة الفيديو مع زملائكم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.